كعادته يصل الشاب طارق حكيم ذو 30 ربيعا إلى مشروعه الخاص وسط مدينة عتق مركز محافظة شبوة. ركود العمل وزيادة الرسوم على المغتربين يوما بعد آخر كانت الدافع الأساسي لمغادرته السعودية بعد زهاء عقد من المعاناة مع الغربة ليبدأ رحلة إنشاء مشروعه الصغير على أرض الوطن. التحسن في الجانب الأمني الذي تشهده المحافظة شجع طارق وآخرين على التفكير في تنفيذ مشاريع تجارية متواضعة، لا سيما وأن المحافظة تشهد حراكا تنمويا في ظل تزايد أعداد أبناء المحافظات المجاورة. كنت مغترب في السعودية من 10 سنوات، وبعد الخروج إلى اليمن فكرت في مشروع الكافيه، وأدعو أبناء الوطن أن يعملوا مشاريع مثل هذه المشاريع الصغيرة المربحة وغير مكلفة. المقهى البسيط أصبح وجهة للشباب ونقطة تجمع لهم، حيث يتوافد المئات منهم بصورة مستمرة لقضاء أوقاتهم وتبادل الأحاديث في أجواء يسودها الهدوء ويضفي عليها المرح طقسا مختلفا بعيدا عن ضغوط الحياة. بالنسبة لنا كطلاب يعني وكناس عند هالعمل، دائما بعد ما تخرج من ضغط العمل وضغط الأجواء اللي هنا تفكر وين بتروح تنسم حالك، وين تبغى تجمع مكان شبابي. فالحمد لله توفر الكافي هذا اللي تجمع شبابي، ترفع عن نفسك بعد الضغوطات بعد العمل والدراسة. يعني أحيانا من بعد الظهر نجي هنا إلى نقدر العشاء ترفع عن أنفسنا. تعد المشاريع الصغيرة أحد أبرز المجالات الاقتصادية للاكتفاء الذاتي وخلق الآلاف من فرص العمل للشباب في ظل تزايد أعداد البطالة بسبب الحرب المستمرة منذ نحو 6 سنوات، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد وألقت بالملايين تحت خط الفقر. أبو بكر حسين، لقناة بلقيس، شبوة.